اللواء البحسني يطالب دول الإقليم والعالم باتخاذ إجراءات حازمة ضد القرصنة الحوثية بالتزامن مع مباحثات يمنية روسية حول نهج الحوثيين المستميت من أجل عسكرة المياه الإقليمية. ورئيس الحكومة يجدد الدعوة بنقل المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية إلى العاصمة عدن. والمبعوث الأممي يؤكد أن التوترات الإقليمية تؤدي إلى تباطؤ وطيرة جهود السلام في اليمن.